أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم تتابعون هذه الانطلاقات المسائية لسن الصغار، شوط جديد يتحرك وهو شوطنا الخامس عشر، شوطا ما قبل الختام، يحمل فئة الأبكار لسن الصعوب من مسافة 1200 متر، الجيل الناشئ جيل 2016. نتابع المراكز الأولى المتقدمة، نتابع أريام تأتي على المركز الأول، عبد الله بن عتيج المقعودي من ينطلق بالمركز الأول، ومن الجانب الآخر يتسلل شعار مشعان بن سعيد بن غدير يقدم هيلة. المركز الثالث وصلت هملولة راشد بن عبيد بن مصبح بن يولك. المركز الرابع يأتي دور طلايع يمعى بن عبيد بن حمدان. المركز الخامس منصورة علي بن محمد بن مطر بن غدير. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. أعود مع شعار بن يولك، أعود مع هملولة. يا سلام يا سلام يا سلام، بدت الأوامر، بدت المعركة تشتعل، بدت المنافسة القوية بين الشعارات، ولكن الله يا التغيير، الله يا الشاهنية، غيرت بالمركز الأول سعيد بن سالم بن سعيد المسافري، ولكن بن معدن واصل، بن معدن واصل، الجماعة واصلين، الظبي قادمة، علي بن عبد الله بن معدن، روح يا أبو عبد الله، روح يا بن معدن المسافري بن معدن، ولكن الشاهنية على المركز الأول. سلام يا المدام، سلام سلام يا أبو أحمد، سلام على هذا الانتصار اللي قدمته الظبي علي بن عبد الله بن معدن. المركز الثاني المسافري، المركز الثالث طلايع مع بن حميدان. كذا مشاهدي الاعزاء كانت النتيجه. تهانينا لمالك الظبي علي بن عبد الله بن معدن على فوز الظبي المركز الاول. تهانينا والناموس وسلام يا